طب عايزين نتكلم، انت كنت بتكلمي عن هيرفي رينار وانه ده ما جاش برضو كمان وليد اللحظه، يعني اكيد كان في شغل كبير جدا على منتخب السعوديه من فتره كبيره، شفنا نضج واصرار على الفوز، وده اكيد زي ما قلنا ما كانش وليد اللحظه. بالظبط. ايه اللي عمله هيرفي رينار مع المنتخب السعودي خلال الفتره اللي فاتت ديت عشان يقدر يوصل بيهم، ان هم كانوا بيلعبوا امبارح مباراه وكانها مباراه عاديه مش امام المنتخب الارجنتيني؟ الدوافع اللي خلقها عندهم، نبدا نتكلم عن السي في بس بتاع المدرب. مدرب طبعا مدرب كبير ليه تجارب في افريقيا كتير، ومنها ان هو في 2012 مع منتخب زامبيا حصل على بطوله افريقيا، يمكن المره الوحيده اللي حصلت عليها زامبيا كان 2012. بعديها في 2015 مع منتخب كوت ديفوار، والمدرب الوحيد اللي هو خد افريقيا مرتين مع فرقتين مختلفتين. فدي برضو بتخليه ان هو لا مدرب كويس ومعروف بالنسبه للناس في افريقيا او العرب. جه هو الراجل شاف كل اللي احنا بنتكلم عليه كمشروع، وشاف ان المنتخب السعودي واقف فين على الارض من المنتخبات اللي حواليه، وافق وان هو يكمل نفس اللي كانوا هم بيحلموا بيه، المشروع اللي هو بيتكلم عليه. دوافع قبل الماتش، دوافع بين الشوطين، كلنا طبعا شفنا الفيديو الشهير اللي كله شايره، ان بين الشوطين كان بيحمس اللعيبه، بيتكلم ان انتوا لا احنا مش جايين نبقى تمثيل مشرف، لو انتوا مش قد ده او مش قد المسؤوليه ارجعوا تاني على السعوديه. فده برضو خلق حاله من الحماس والروح ان انا لا. وبعدين الماتش في مش في المتناول زي ما بيقولوا على الارجنتين، بس لا انا صدقت نفسي وحسيت ان انا بلاعب منتخب الارجنتين، فانا لا الند بالند ان انا بلعب معاهم وان انا مش خايف، والرهبه ابتدت تروح. فكل ده مع الوقت ابتدى المنتخب السعودي يكتسبه، فظهر بمستوى ده. يمكن الشوط الثاني الناس كلها كانت بتقول ان هو مغاير تماما للشوط الاولاني. صحيح. الروح بتداري شويه فروقات كتيره، يعني الروح والحماس والجرينتا بتداري شويه الفروقات الفرديه اللي ممكن عند اللعيبه. يعني شفنا امبارح حتى البهلي اللي هو المدافع بيتكلم مع ميسي بطريقه البليهي علي بليهي البليهي، سوري، بيتكلم مع ميسي فكره ان هو لا احنا منتخب السعوديه احنا. فميسي برضو لا ربنا مديله المهاره وكل حاجه، بس مش مديله الجرينتا اللي عند العرب او المنتخبات الافريقيه. فدي فرقه كبيره، فرقه كتير جدا في المنتخبات، فرقه مع تونس، فرقه مع المغرب، فرقه لو كان مصر طبعا صعدت كان هيفرق معاها جدا، كان الجزائر برضو بنفس الشكل. فدي مش موجوده عند الدول الاوروبيه كتير. انت شايف ان الروح والجرانت اللي موجوده عند العرب مختلفه عن بالظبط موجود عن يعني الدول دي مختلفه عنهم، وبتزود يعني بتداري شويه الفروقات الفرديه او صحيح الامكانيات اللي بيننا وبينهم كاوروبا يعني. صحيح.